ما أثمن الماء. كان سالم تاجرا ذكيا يبحث عن تجارة مربحة تجعله غنيا. كان يسافر عابرا الصحاري بالليل والنهار. في أحد الأيام سمع سالم ببلاد الكنوز، فقرر السفر إليها ليتاجر وبالأموال يفوز. أعد راحلته ثم شق الصحاري إلى أن وصل بلاد الكنوز. لحسن حظه بأغلى الأثمنة باع كل بضائعه. قرر العودة إلى دياره فأعد الراحلة، امتطى ناقته وانطلق حتى وصل إلى الصحراء، فبدأ يأكل ما معه من طعام. وبعد قليل شعر بالعطش فبحث عن قربته فوجدها خاوية. عاين القربة فاكتشف أن بها ثقبا كان سبب نفاذ الماء. جلس ينظر يمنة ويسرة ويقول: يا حسرتي على هذه الحال، لن أتمتع بهذه الأموال. مر الوقت وسالم يلتزم الصمت، يفكر في أولاده ومن يعيلهم بعد هلاكه. فجأة بدت له راحلة من بعيد، فأخذ يلوح لراكبها. انتبه له صاحب الناقة وأقبل نحوه، وما إن وصل إلى سالم حتى سأله قائلا: لماذا تلوح يا رجل وما حاجتك؟ أجابه متلعثما: أنا أموت عطشا، هل معك ماء؟ نظر إليه البدوي ورأى أنه تبدو عليه علامات الثراء، فقال له: من أنت؟ قال سالم: أنا تاجر، فقدت كل ما كان معي من ماء. قال البدوي: أنا لا أملك سوى هذه القربة، ولن أعطيها إلا لمن يقدر ثمنها. فهم سالم أنه يطمع في أمواله، فقال له: بكم تبيعها؟ أجابه: بنصف ما تملك من المال. قبل سالم وأخذ القربة ثم شرب حتى ارتوى. بعد ذلك شكر البدوي وأعطاه جبنا لذيذا فتناول. ومن شدة ملوحة الجبن شعر البدوي بعطش شديد فطلب منه ماء. أجابه سالم ساخرا: أنا لا أملك سوى شربة الماء هذه، ولن أعطيها إلا لمن يقدر ثمنها. وافق البدوي قائلا: هزم ذكاؤك طمعي. أجابه سالم: لن آخذ منك إلا ما أخذت مني.